السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عشيوات متنوعة مع بشرى. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هاد الحلوى ديال الترخامة، سهلة وبسيطة وغندير فيها واحد المنسم كيجيها زوين. هاد الشكية اللي كتشوفوا من بعد الفيديو غادي تشوفوا كيفاش توقع ليا هاد العلامة اللي ولات هنايا. نتمنى الفيديو نحط لكم اليوم ان الاعجاب ديالكم. لكتي اول مرة اختي كتشاهدي القناة ديالي، ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، ما تنسونيش بلايك. بسم الله على بركة الله. عندي هنا الكاوكاو، الكاوكاو شريته بحال هكا بدون القشرة ديالو. بالنسبة لأخت شيماء من مصر، تحية لأهل مصر، تنقول لهم عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. دائما كتسولني على الكاوكاو، هذا هو الكاوكاو، الحبة الفول السوداني هو هذا، كيكون الشكل ديالو بحال هكا. هذا هو الكاوكاو، قربوا لكم بحال هكا باش تشوفوا الاخت. دابا هذا الكاوكاو غادي نحمرو. انا شنو حتى ندير انا بالنسبه للكاوكاو ولا اللوز، واخا خسرت ولا شي حاجه، شنو كنحس ندير ليه؟ ما تبقليش في الزيت، كيس واحد الكميه ديال الزيت في القليان، تنديرو انا في اللاطه، تندخل الفران، تستعمل غير واحد شويه ديال الزيت وتندهنو كامل بحال هكا، حتى كيبقى كامل بالزيت. نوريكم الطريقه كيفاش كندير لي انايا، كيبدل كامل بالزيت وكندخل الفران كيتحمر. حقيقه كيجي مقرمل وزوين في الفران. انا الطريقه كندير كتجيني احسن من ما نديرو في المقله ونخليه يهز واحد الكميه ديال الزيت. انت واخا هو فيه الزيت غندخلو بحال هكا الفران يتحمر. من بعد ما غيتحمر ونخليه يبرد، غادي نهرمشو شويه في الطحانه، ما نطحنوش يولي بحال الدقيق، لا غنخليه شويه مهرمش. قلت نوريكم الكاوكاو ملي كيتحمر في الفران كيف كيجي، قبل ما نطحنو في الكاس ديال اللي غنطحن فيه، كيجي بحال هكا محمر في الفران، كنحمرو مزيان كنطيبو الفران. بالنسبة للشكلاط، أنا غادي نستعمل شكلاط كالا، غادي نذوبو. مثلا درتو كيلو ديال الكاوكاو غديرو نصف كيلو، دابا هادي نصف كيلو، أنا غندير غير نص ديالها، غندير غير رابعة كيلو ديال الكاوكاو، غنديرو نصف كيلو ديال الشكلاط. الشوكولاط اللي غنسرحو في التحت هو الاول، غنديرو ليه نص كيلو. بالنسبه لي انا عندي نصف كيلو ديال الكاوكاو، غنستعمل رابعه ديال الشوكولاط. انا كنحاول انني نعطيكم بالنسبه للحلويات، ماشي بحال الاكلات الاخرين، مثلا بحال الطبخ كتديروا العطريه على حساب القوام اللي عندكم، على حساب عدد افراد العائله. اما الحلويات لا، الحلويات كتبغي الانسان يعطيه المقادير مضبوطه، حتى الا كانت شي مبتدئه مثلا دير العبار ودير داكشي مضبوط باش تجيها الحلوى، هي هذيك مزيانه. هادشي علاش انا دابا كنحاول انني نفسر لكم في جميع الحلويات وكنعطيكم نصائح مهمه على الحلويات. دابا كيف قلت لكم انا نص كيلو ديال الكاوكاو غندير معاه رابعه ديال الشوكولاط. انا غنستعمل هاد الاطار، هاد اللاطا، من بعد ان شاء الله تفكرتها غادي نعطيكم العبار ديالها. دابا ما عبرتهاش، فرشت ليها البلاستيك مزيان من هنايا باش كتجيني هاد الطريقه بحال هكا، كتجيني ساهله. دابا راني ذوبت الشوكولاط ودرت معاه شويه ديال الزيت باش كيجي شويه خفيف. غادي نستعملو هنا في اللاطه، نحاول نوزعو مزيان. انا كنفضل انني ما نكثرش الشوكولاط في الرخامه، يجي الكاوكاو ولا اللوز غالب عليها شويه. غادي نحاول نبقى غادي مع بحال هكا حتى نفرشها كامله بحال هكا، نسرحها. عندكم شي لاطه كبيره ديروا على حساب القياس ديال الكاوكاو اللي عندكم وعلى حساب الشوكولاط. صافي دابا غنكمل نفس الطريقه بحال هكا حتى القاده مزيان. غير واحد النقطه مهمه، ما ديروش الشوكولاط في الثلاجه، ما تستعملوش في الثلاجه نهائيا، غنخليه دابا بحال هكا حتى ينشف على خاطره. وواحد نصيحه مهمه خصوصا في هذا الجو السخون، ما تخدموش الحلوى ديال الشوكولاط ولا الرخامه ما بين العشرة والربعة، لان ديك الوقيته ديال الجو سخون الوقت اللي كتكوني كتخدمي والشوكولاط كيدوب، ما يمكنش ليه دابا يدير يتجمد.
استعملوا مثلا بحال ملي تصالوا الفجر بحال كخدموها، ولا في العشيه بحال دابا انا راه من دابا راه العشاء دابا كنخدمها باش غنفتح السرجم باش الشوكولاته يضربوا البرد شويه وينشف ليا، بحال هاد الحلوات ديال الرخامه وديال هاد الشيء خدمهم في العشيه كيكون الجو بارد، لان انا درتهم فوق الجو سخون الشوكولاته ما غاديش ينشف ليكم وغيبقى دايب. انا دابا مشيت لحساب الشوكولاته وقاديتو، ها هو من بعد ما قاديتو بغيتو تكثروا الشوكولاته يجيكم طبقه غليظه اختيار كيبقى ديالكم، ندير لي بحال هكا باش يجي الشوكولاته قاد، انا اصلا جناب غادي نسحيدو صافي وغنخليه دابا على جنب حتى ينشف الشوكولاته. كاوكاو من بعد ما طحنتو طحنتو بحال شكل كونكاسي كيف كيجي، غادي نستعمل ملعقه صغيره ديال القرفه، القرفه تكون من نوعيه جيده ندير ليها النكهه ديال القرفه، غنستعمل ملعقه كبيره ديال الزبده، غندير ملعقه كبيره ديال الحليب مركز اللي عندكم كراميل استعملوه، استعملت ملعقه كبيره قبل النكهه تجي هاد الرخامه عطي واحد المذاق ديالها، غندير شويه ديال الماء الزهر. دابا غنجمع هادشي مزيان، غنخلط الكاوكاو مع هاد الزبده والكراميل، نيسلي مداش الكراميل اللي عندكم كراميل استعملو، حتى نشوف دابا الخليط كيف غادي يجي، ومن بعد غادي نجمعو بالعسل. العسل ما نضيفوش دفعه وحده، نديرو غير بشويه وكل مره نضيف العسل حتى تجمع. بغيتو ديروا كراميل بوحدو كيعطيكم ديك النكهه ديال الكراميل، لاني غيبغي واحد الكميه مع المعلقه يعني ما كافياش. بغيتو طحنوا الكاوكاو شويه مزيان طحنوا، انا خليته مهرمش، مازال نضيف شويه عاوتاني ديال العسل لانه دابا الكاوكاو مهرمش خليته بحال شكل كونكاسي ما غيشربش دغيا، ماشي ملي كان مطحون بزاف تقدر جوج معالق ديال العسل تجمعوا. صافي دابا هذا هو الخليط ديالو، دابا هذا هو الشوكولاط كيف كيجي، ما درت ليه لا في الثلاجه حتى شي حاجه، باقي شويه رطب بعدا جا عقد شويه، ما درتو غير هنا في المطبخ دغيا نشف، حليت ليه الشرجم دغيا نشف. دابا غندير هذا الخليط اللي درت معاكم، غادي نسرحو دابا كامل على فوق الشوكولاط، من بعد ما تفرشتها مزيان غادي ندير بحال هكا بلاستيك، وغادي ندير الكاس بحال هكا باش الجناب والوسط يجي مقاد بحال بحال، والكاوكاو كيتم غادي وكيدفع بشوي بشوي. هذه الطريقه اللي كندير لها انايا، اللي عندكم داك المدلك الصغير استعملوا، ما نساوش الجناب حتى ما نعمروهم، كنكمل دابا نفس الطريقه. هاد الضو بحال كبيرينه باش كتر، جات مقاده مزيان. دابا دوبت شوكولاط ابيض، انا استعملت الطبقه التحتانيه شوكولاط اسود، غادي نستعمل فوق شوكولاط ابيض، بغيتي ديروا نفس اللون استعملوه. نوقف هاد البلاستيكه شويه اللي كتكون في الجنب بحال الطريقه اللي كندير انا في هاد البلاطه، كتجيني ساهله وكتجيني حسن.
غادي نستعمل الشوكولات من فوق. غنقاد دوك صاوب من فوق غير بشويه بحال هكا. غنقادو حتى الجناب. دابا الجو سخون ما غنزربو على الشوكولاط لا والو، لان ما غينشفش دغيا. مازال في الجو البارد كنزربو على الشوكولاط، كنفرشوه دغيا وكنزوقو لان كيتجمد دغيا. صافي غنكملو الطريقه بحال هكا. غندير لها بحال هكا باش تقعد مزيان. دابا عندي هنايا الشوكولاط اسود ذوبتو، غادي نزوق به من فوق. ندير بحال شكل عشوائي ونخطو بحال هكا ونعاود. طريقه سهله وبسيطه. شفتو معايا كنديرو في بلاستيكه كيجيني ساهل. غادي نستعمل الكوردون بحال هكا ونعاود رجع بحال هكا تراسيتو. كيف كيجي شوف هادي كيجي فيها، جات فيها الزواقاني زوينه. صافي نكمل بحال هكا نفس الطريقه بحال هكا الزواق ديالو. دابا ملي غادي نخلي دابا تا واحد على الجهل ما نديرو لا في الثلاجه لا حتى شي بلاصه، غنخليه هنا في المطبخ حتى ينشف هاد الشوكولاط مزيان، لان الا درناه في الثلاجه ملي غنبداو نقطعو في الحلوه غادي تبدا تكسر. بالاحسن خلوه هنايا حتى ينشف على خاطره، ولا خلوه ليله كامله غطوه بشي زيف خفيف، وخلوه حتى ان شاء الله توصل الفجر شي حاجه في الصباح بكري وقطعوها. صافي دابا غادي نخليها بحال هكا ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هي الناس من بعد ما نشفات من درتها في الثلاجه لا حتى حاجه نشفات بوحدها، دابا غادي نقطعها على حساب تقطع. شوفوا كيف كتشوفوا معايا القطع ديالها، غنقطعها في اللاطة. بغيتو تقطعوها مربعات قطعوها المربعات، بغيتو تقطعوها العكس ديالها باختيار كيبقى ديالكم نتومايا. المهم انا غادي نقطعها كامله وغتشوفوا معايا الشكل ديالها كيف كيجي في الاخير. هانتوما البنات من بعد ما قطعتها المربعات كيف كتجي الشكل ديالها. قطعتها في اللاطه، قطعتها طولي، عاود قطعتها مربعات، جاتني ساهله ما تكسرت ما حتى شي حاجه كيف كتجي. نتمنى تكون واضحه ليكم. دابا غادي نكملها كامله في التقطاع. الشكل النهائي كيف كتجي الرخامه، كتجي طريقه سهله وبسيطه كيف ما كتشوفوا. واخا كبرتهم بزاف عطات واحد الكميه كثيره. نتمنى هذا الفيديو اللي حطيت لكم اليوم ان الاعجاب ديالكم. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.